تعالى نرجع بقى بدايات عادل إمام الزعيم الفنان الكبير ودخوله إلى السينما وسط كده مجموعة من الفنانين في جيله، محمود ياسين، نور الشريف، كل دول بدايته هو كانت مختلفة عنهم شوية، يعني مختلف الدخلة بتاعت الكوميديا عن الرومانسية والشخصيات الجادة. تتفق معايا في الفكرة دي ولا لا؟ اتفق معاك، بس هقول لك حاجة بقى جديدة، ان هو ما كانش عاوز يبقى ممثل كوميدي اصلا. يعني دور الاستاذ دسوقي اللي هو يعتبر نقطة الانطلاق ده كان دور محمد عوض. لما محمد عوض جات له بطولة مسرحية نمرة 2 يكسب وجلفدان هانم بعدها، فالدور ده راح مدبولي قاعد يقنعه، الاستاذ عبد المنعم مدبولي قاعد يقنعه انه يلعب الدور ده. ودي كانت نقطه تحول. عادل امام بقى في الناحيه الثانيه هو اللي رشح نور الشريف لحسن الامام عشان يلعب في قصر الشوق، يتواجد في قصر الشوق ويبقى نجوميه نور الشريف تنطلق من النقطه في دي في السينما. رغم انهم تقريبا جيل واحد، صحيح، بس ده يديكي ملامح. انا دايما ايه يعني الوقت بتاعنا هركز على صوره لعادل امام من خلال ثلاث اربع مواقف انا في بعضهم او في اغلبهم شاهد عيان عليه. ايه بقى المواقف دي؟ يعني مثلا قال لك ان عادل امام بخيل، عادل امام متهم بالبخل، ماشي، ده الناس بتقول زي ما هي عايزه يعني، لكن الموقف اللي حصل معايا انا وقدامي وانا كنت طرف فيه غير الصوره تماما. انا نازل من عند مصطفى حسين الرسام الكبير، كنا بنعمل افيش فيلم اسمه ضرب الجزاء، انا كاتبه واخراج اشرف فهمي المخرج الكبير يعني. فكان عادل امام قاعد في القهوه بيلعب طاوله كده في يوم من ليالي رمضان، فانا بقول للاستاذ اشرف انا ما تيجي نسلم على عادل؟ قال لي لا 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 لا، ده انا في بيني وبينه موقف وانا ما مش عايز اسلم. قلت طب انا هروح اسلم عليه. المهم رحت سلمت على عادل وكده وخلاص ومشينا في العربيه وهو بيوصلني، بقول له ايه الموقف؟ قال لي انا كان في حاجه بيني وبينه فيلم ومش عارف ايه وما عجبنيش طريقه كلامه معايا، فانا ما بتكلمش معاه. ده الجزء الاول من المشهد. تفوت بقى مثلا قولي ايه 10 12 سنه على الحكايه دي، لغايه لما لقيت اشرف فهمي الله يرحمه بيكلمني في التليفون، ما كانش فيه البتاعات اللي انت شايلينها الموبايل. تعالى عاوزك ايه في ايه؟ كان ساعتها طالع محمد هنيدي ومش عارف والمجموعه دي اللي انا سميتهم المضحكون الجدد، ده اللقب ده من عندي طالع من نسبه عندي. الى عادل امام دول المضحكون الجدد. وقال لك ان عادل امام خلاص عصره انتهى وخلاص. فلقيت اشرف فهمي بيكلمني، تعالى ضروري دلوقتي. قلت له في ايه؟ كان هو ساعتها حصل مشاكل ماديه بسبب فيلم ومش عارف ايه وحاجات كده يعني. فقال لي انت عارف كان مين قاعد على الكرسي ده؟ قلت له لا. كان عنده عيان وعنده مشاكل ماديه. قال لي عادل امام. انت بتتكلم جد؟ قال لي والله العظيم انا فوجئت بيه جاي وبيقول لي الفلوس اللي انت عاوزها انا تحت امرك، تتعالج في اي حته انا تحت امرك. ده مفيش كرم بعد كده بقى، فقال ولا بخل ولا بتاع. قال لي انا عايز اعمل معاه اي حاجه. قلت له طب يعني هتعمل ايه؟ قال لي عايز يعني اقول للناس ان ده لا يتكرر انسانيا وفنيا. فنعمل له فيلم وانت الفيلم ده اللي هتكتبه. كان فيلم ايه ده؟ كان اسمه احبابنا يا عين. هو ما تصورش الفيلم، واخد بالك؟ الفيلم ده بعد ما اتكتب يمكن بعدها بشهر توفى اشرف فهمي الله يرحمه، وما تعملش الفيلم ده. موقف ده موقف من الاربع مواقف اللي حكاه لي السكرتير بتاعه الاستاذ محمد حافظ، وكان سكرتير الاستاذه شاديه. ازاي هو عامل مرتبات لناس معينه، ازاي بيجيب ناس يشغلهم، فاللي بياخد 10 جنيه بيخلي المنتج يدفع له 40 جنيه مثلا عشان يعوضه. دي الحاجات الجانب الانساني للفنان عادل امام اللي ممكن ناس كتير ما تعرفهاش. لا يجرح مشاعره.